السلام عليكم. لو دلوقتي انت او انت قدمته في اي معهد من معاهد اكاديمية الفنون، المعهد العالي للفنون المسرحية، المعهد العالي للسينما، المعهد العالي للفنون الشعبية، المعهد العالي للنقد الفني، المعهد العالي للكونسرفاتوار، المعهد العالي للموسيقى العربية، المعهد العالي للباليه، المعهد العالي للطفل، المعهد العالي للتكنولوجيا، ولا قدر الله ما حصلش نصيب وما اتقبلتش، عادي جدا، ده قدر ربنا، واكيد اكيد اكيد ده الخير ليك وانت ما تعرفش. طيب دلوقتي انت ليك ان انت تقدم معتمد تاني او مالكش، تعمل ايه؟ عندك المقدرة انك تقدم موازي او ما عندكش، تعمل ايه؟ طيب دلوقتي بالنسبة للاثنين، من دلوقتي تبدأ ان انت تطور من نفسك وتشتغل على نفسك وتحاول تعرف ايه اللي خلاك ما تتقبلش عشان تشتغل على الحتة دي. ووارد جدا يكون انت ممثل شاطر وعندك امكانيات كويسة، ولكن عشان في ناس تانية اخدت درجات اعلى منك فهم مقيدين بعدد معين، فعشان كده هم اتاخدوا. انا بتكلم دلوقتي على الممثلين. طيب لو انت ممثل وعايز تطور من نفسك، تبدأ ان انت روح اشتغل في اصول الثقافه، مراكز الشباب والرياضه، البيت الفني للمسرح، مسرح الشباب، ابدا حلمك. الحاجات اللي بتتعمل تبع وزاره الشباب والرياضه ووزاره الثقافه حاجات مهمه جدا. روح لورش خاصه، بس ورش تبقى مضمونه كويسه، طور من نفسك فيها، اقرا كتير كتب ليها علاقه بالتمثيل وثقف نفسك في كل حاجه بالثقافه العامه بشكل عام والثقافه المسرحيه. اشتغل مسرح مع فرق يعني مستقله بتعمل عروض كويسه. ابدا ان انت اعمل افلام قصيره، وابدا ان انت اشتغل في السوشيال ميديا واعمل محتوى خاص بنفسك. روح مكاتب القصه واعمل قصه جنرال واوديشن، وحاول مره واثنين وثلاثه، حتى لو الموضوع فيه نسبه كبيره من الواسطه، بس في نسبه صغيره بتشتغل عادي من غير واسطه، خليك انت منهم ويا رب تكون منهم. واعمل علاقات، وروح يا عم لو انت تستاهل ان انت تشتغل بعلاقات اشتغل بعلاقات، لو انت عندك علاقات وانت تستحق اعمل ده. المهم ان انت ما توقفش خالص، وتفرج كتير على مسرح، اتفرج على افلام ومسلسلات، وابدا ان انت شوف برؤيه فنان وتعلم من رؤيه الناس اللي عملوا الشغل ده، وحاول ان انت تستفيد من الكلام ده كله. لو انت مخرج او كنت مقدم في معهد عالي السينما باي قسم من اقسامه، لو انت مقدم معهد عالي النقد والدراما او قسم ديكور او قسم نقد فني او في معهد فنون شعبيه قسم رقص او اي حاجه ايا ما يكن، شوف الحاجه اللي انت كنت مقدم فيها وحاول ان انت تطور من نفسك فيها، وحاول ان انت تشتغل على نفسك فيها، وحاول ان انت تشوف ايه اللي كان عندك عيب فيه وابدا ان انت تطور من نفسك فيه. ما توقفش، اوعى تيأس، اوعى تبطل تحاول. محدش بيحاول ويجيب صفر، طالما حاولت يبقى كده كده ربنا هيكرمك. فكمل، وان شاء الله لو ليك تقديم تاني قدم، مالكش عادي جدا. ياما ناس كتير ما دخلتش اكاديميه الفنون وبقوا نجوم، والعكس صحيح، ياما ناس دخلت ومحدش يعرف عنهم حاجه. الفكره في سعيك، الفكره فيك انت، وانت بتعمل ايه وبتطور من نفسك ازاي وبتسعى ازاي. وبس كده، لو اي حد محتاج اي حاجه ايا ما يكون، هسيب لينك الفيسبوك بتاعي تحت، ادخل اسالني على طول، واعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. السلام عليكم.